ترأس رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يوم الثلاثاء بالرباط افتتاح الندوة الوطنية حول البحث العلمي والابتكار التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وتشكل هذه الندوة التي تنظم تحت شعار المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية موعدا هاما لطرح حصيلة المنجزات والوقوف على الإكراهات والتحديات التي تواجهها منظومة البحث العلمي والابتكار. البحث العلمي كغيره من القطاعات هو مجال يحتاج طبعا إلى مزيد من الإمكانيات، ولكن يحتاج إلى جدية، يحتاج إلى صدق، وإلى أن تصبح المعاني التي تنتظمه هي المعاني الكونية الموجودة في العالم كله. أما الأساليب التي درجنا عليها لحد الآن فلم تعطي النتائج المرجوة، فآن الأوان أن نخرج من هذا المنطق إلى منطق جديد من خلاله نتمكن أن يكون عندنا بحث علمي يرافق تنميتنا. كنهدفوا لإشراك مختلف الفاعلين من القطاعات الحكومية والغير الحكومية والقطاع الخاص، لأن مسألة البحث العلمي هي ديال الجميع، والمغرب يعني انخرط في واحد مجموعة ديال الأوراش المهيكلة الكبرى اللي كتحتاج فعلا أننا نطوروا مجال البحث العلمي من أجل مسايرة هذه الأوراش ومن أجل استثمار هذه النتائج. فالندوة كتهدف أساسا إلى تحييل الاستراتيجية الوطنية حول البحث العلمي وتحديد الأولويات الوطنية للثلاث سنوات المقبلة، وبالإضافة كذلك إلى التوقف عند بعض الإشكالات المتعلقة بالموارد البشرية والمالية اللي كيمكن اللي من تطويرها ودعمها تيمكن ليه يعطينا نتائج أفضل للبحث العلمي. وتهدف الندوة إلى دراسة ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بمنظومة البحث العلمي في المغرب إلى المستوى التي تساهم فيه مساهمة واضحة في عملية التنمية وتقليص الفجوة بين البحث العلمي المغربي والعالمي. البحث العلمي في المغرب ماشي مشكل، هي إرادة ونظام وطرق ووسائل. نحن عندنا خبراء وعندنا مرجعيات وأبحاث، وقمنا بأبحاث مثلا هاد العشر سنين كنا على الصعيد الإفريقي البلد السادس أو الثالث بعد إفريقيا السوداء ديال الجنوب وبعد مصر، وهذا يدل على أن الكفاءات موجودة، لكن نحن في حاجة ماسة إلى توحيد الرؤى وإعطاء للبحث والباحثين الإمكانيات والتكوينات اللازمة ليدخلوا في الميدان البحثي النظري أولا والتطبيقي كذلك. ويشارك في أشغال هذه الندوة الوطنية التي ترتكز على خمسة محاور أساسية تناقش خلال جلسة عامة وورشات ما يناهز 400 مشارك يمثلون القطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بمجالات البحث العلمي.